نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شاطئ البطين بأبو ظبي فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان المعطان السنوي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 44. ويتضمن المهرجان الذي يستمر حتى 4 ديسمبر المقبل عددا من الفعاليات التراثية والشعبية والمسابقات والأنشطة التثقيفية والتوعوية والعروض الفنية والمسرحية. وكانت الهيئة قد وضعت برنامجا حافلا للمهرجان وفقرات متنوعة تلبي رغبات الجمهور، حيث يشتمل على عروض بحرية وفرق العيالة ومسابقات تراثية وتوعوية للمجتمع ومسرحيات كوميدية هادفة وعروض أوبريت من تقديم طلاب المدارس، إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى. إدارة التسويق والعلاقات العامة في هيئة الهلال الأحمر المشرف العام على المهرجان قالت إن احتفالات الهيئة باليوم الوطني تأتي تعبيرا عن فرحة الجميع بهذه المناسبة الوطنية، وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، والمشاركة فيها فرصة لإظهار الاعتزاز بهويتنا وانتمائنا لهذا الوطن المعطاء. وقالت إن هيئة الهلال الأحمر درجت خلال السنوات الثلاث الماضية على تنظيم فعاليات تليق بعظمة المناسبة، وتظهر دور الهيئة في التفاعل مع المناسبات الوطنية والتواصل مع قواعدها عبر الأنشطة التراثية والشعبية التي تعبر عن أصالة شعب الإمارات وتربط الأجيال الجديدة بتراث الإمارات الغني. يذكر بأن هذه الدورة من المهرجان تشهد مشاركة أكبر في الفعاليات من الجهات المختلفة والشركاء في هذا الحدث، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان أيضا إقبالا كبيرا من الجمهور هذا العام.